هو التونسي كيفاش باش يختار؟ انا نعتقد اللي التونسي باش يختار على زوز مقاييس. المقياس الاول هو تاريخ الحزب او القائمه اللي مترشحه وماضيها، وش عملت ما قبل الثوره، وش عملت ما بعد الثوره، كيف تاسست بعد الثوره. هذيك السيروره نتاعها النقطه الاولى، والاشخاص القياديين في القائمه ولا في الحزب شنو ماشي يمثلوا. والنقطه الثانيه هي ما يقترح الحزب هذا. احنا في الحزب نتاعنا مش نتقدموا للناخبين بزوز اقتراحات، زوز مجالات، مجال يهم الدستور ومجال يهم المشاغل الاقتصاديه والاجتماعيه، لانه المواطنين اليوم ما همش قابلين فقط انك مش تحكي لهم على الدستور كيفاش باش يكون الديمقراطيه، وكما قال الصديق مصطفى اللي الديمقراطيه الناس الكل تحكي عليها، لكن القفه نتاع المواطن والغلاء اللي عشناه والوضعيه اللي فيها القضاء والوضعيه اللي فيها الوضعيات الاجتماعيه والاقتصاديه مهمه. والمجلس التاسيسي بعد الانتخاب نتاعو باش تكون ثم حكومه جديده اللي باش تصادق على عديد الاشياء الاقتصاديه في المجال الاقتصادي، منها قانون الماليه والميزانيه. فبالتالي الاحزاب كانت تحب تكون جديه وعندها مصداقيه يلزم تقدم برامج لتسيير حكومه، تكون عندها برامج على الاقل انتقالي مرحلي لفتره بتاع عام عامين في انتظار الانتخابات العامه. لذلك نحن في حزب التكتل عندنا فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي قدمنا اقتراحات، وسوف نقدم مشروع اقتراحات لعمليه لحكومه انتقاليه نكون احنا المحور نتاعها. من ناحيه الدستور عملنا معناها بالنسبه لنا احنا الشعار بتاع الدستور لازم يكون التالي: دستور يحمي المكاسب، ومن اهم المكاسب هي مجال الاحوال الشخصيه، ويقطع مع منظومه الاستبداد. هذه المحاور الاساسيه في مقترح الدستور اللي تهم المجال السياسي عندنا قرابه 50 نقطه في برنامج ال 100 نقطه اللي قدمناه في جويليا، اللي هو اليوم محل نقاش واسع مع الخبراء ومع المناضلين وفي الجهات وفي شبكة الانترنت. المشروع هذا باش يقع إثراؤه وتطويره قبل الحملة الانتخابية الحقيقية، وباش نتقدم به للناخبين. نتصور اللي المواطنين حشتهم اليوم برؤية واضحة فيما يخص الدستور، أن نقولوا النظام كيفاش باش يكون رئاسي برلماني، كل المقترحات باش تكون محطوطة، كيفاش آليات المراقبة. ونحن في حزبنا نقول أن المحكمة الدستورية هي من أهم الآليات المراقبة، أن المواطن نجم يتظلم ضد الحكومة وضد رئيس الدولة، وأن المحكمة الدستورية عندها قرارات لا يمكن لرئيس الدولة أن ينقذها. هذه من الآليات اللي نقترحها في برنامجنا حقيقة على سبيل المثال. في المجال الاقتصادي والاجتماعي ضروري أنه فما عديد الأشياء اللي نقترحوها وهي بالأساس تهم المجال الاقتصادي. واضح سخيل.